الصف عفوا 89، وان يكون هنالك وحده وطنيه في الدفاع عن هذا المصلحه الوطنيه الاردنيه العليا؟ لا لا، هي الدوله بتعرف ايش القصه، انا في حرب وحاجه لها. لا يعني انا بتبنى اللي حكاه المهندس عبد الهادي الفلاحات ما ينبغي ان يكون، لكن ما هو الان على الواقع؟ الخطوه ليست في سياق هاي الخطوه اللي اتخذت اليوم، توجيه الملك وقرار الحكومه والدخول في الاشتباك مع الاسرائيلي في قضيه، يعني انت لا تقراها بهذه السياقات. هي ليست في سياق الاستجابه للاراده الشعبيه بمعنى مشروع استراتيجي، هي استراتيجيه مرحله. نعم، انيه. انا واضح جدا ان الدوله الان بتوجهات تبتعد عن الاراده الشعبيه بشكل كبير. خطاب الملك الاخير امام مجلس النواب لم يتحدث فيه عن الاصلاح السياسي، واضح انه في تردد في هذه القضيه. لكن الملفت انه القضيه الفلسطينيه تحديدا الصهيوني هذا يوحدنا. واحده من الاشارات المهمه قصه نقل السفاره، قصه الكاميرات، قصه الاعتداء على المقدسات على الدور الاردني، يوحد المجتمع الاردني. فهذه واحده من الادوات التي يجب ان يستغلها. لكن انت بحاجه الى اراده سياسيه. جميل، خلينا نكون هناك جامع وطني. ما ينبغي ان يكون مشروع سياسي يعبر. نعم. عن الاراده الشعبيه، بيحميك في الداخل وفي الخارج، بيحميك اقتصاديا وبيحميك سياسيا ومن هجمه الاسرائيلي. لكن هم رهانهم انه بالنسبه للقضيه الفلسطينيه والعلاقه مع الاسرائيلي، الشعب الاردني جاهز لأن تتوحد الإرادة الشعبية مع الرسمية، يعني عندهم قناعة بهذا الأمر. حتى إحنا ما نبالغش لكن حتى ما نبالغش في قصة تضخيم هذه الخطوة، هذه الخطوة هي تكتيكية، استجابة للضاغط، استجابة للظروف، استجابة لعجز الدولة أن تقدم شيء للمواطن في القضية الاقتصادية، استجابة للفشل الاقتصادي، بمعنى أنه لا يمكن أن تفشل اقتصاديا وأن تفشل على مستوى تقديم خطاب جيد يتعلق بكرامة الناس. مزبطش في هذا التوقيت أني أفشل في استجابة لكرامة الناس وأفشل اقتصاديا، أروح على جيوبهم وأفشل في قصة الكرامة. لذلك كان حساب الكلف دقيق، حسبوها بالقد والميزان، حسبوها بمعنى أنه اليوم إذا إحنا مر 25 الشهر وأدبنا الظهر للناس راح تكون في مشكلة كبيرة مع هذا الجمهور. هذا الجمهور أنا فشلت معه في الأداء الاقتصادي، فشلت معه في الأداء السياسي، فشلت معه في قصة بسيطة، اتفاقية وادي عرب اللي أنت وقعتها والناس اعترضت عليها تقول أنه أنت ودي ورقة بتستعيد هذه الأرض. القصة مش كبيرة. لذلك الدولة باعتقادي أنها استخدمت معنا استراتيجية مرح. هل تغير عقل الدولة في هذه اللحظة وممكن يستجيب لمشروع إصلاح سياسي اللي بيتمناه سعادة المهندس؟ أتمنى ذلك، لكن بستبعد. قصة الإصلاح السياسي ليست الآن بوارد في ذهن الدولة ولا عقل الدولة ولا مخ الدولة. زي ما حكيت لك، الجميع يحتاج إلى الترميم، ترميم العلاقة وترميم الشرعية وترميم الخطاب، خاصة بعد ظهور معارضة الخارج وخطابها، بعد خواء الدولة إعلاميا وغياب الشاعر الذي يمكن أن يعبر عن الدولة وروايتها، تجد الدولة أنها لابد أن تزحف نحو الفراغ قليلا. فكانت قضية الغمر وقضية البغورة لحظة مناسبة للاستجابة. أنا باعتقاد أنها مرحلية، هذا رأيي، وأتمنى ألا تكون كذلك، أن يبنى عليها استراتيجية حقيقية للتعامل مع الصهيوني أولا بطريقة مختلفة وللتعامل مع الداخل. يعني هل اقتنعت أدوات الدولة بكافة تفصيلاتها أن تصميغ الداخل وجبهة داخلية قوية بحمينا من كل هذه الملفات؟ ألسنا بصدد قادم يتعلق بالقضية الفلسطينية وضغوطات على الأردن في كثير من الملفات؟ ألسنا قلقين؟ هل سنلجأ للداخل بهذه الطريقة؟ هذه أسئلة يعني مفتوحة. لكن أنا عشان من الناس يعني بدي شبيحة أفيون، لكن بحكي أنه القضية تكتيكية ليست أكثر. لا زالت إدارة الظهر للأراضة الشعبية موجودة بطريقة أو بأخرى. يعني مهندس عبد الهادي، موقف تكتيكي وليس استراتيجي.